قلت لي بقى اكتر اكله بتحبها ايه انت؟ انا اكتر اكله بحبها الحمام البانيه. وده اختراع. ايه بقى الحمام البانيه ده بقى؟ انا ده اول مره اعرف ان في حمام محشي حمام مشوي، لكن ايه الحمام البانيه ده؟ ده خلطه سريه كده انا بعملها. ما خلطه سريه بعملها. انت من انت حريص من اولها، انت جايب الموضوع من الاخر. خلطه سريه. ما خلطه سريه مفيش كلام، مفيش كلام، مفيش كلام. طب ايه تاني عندك في خلطه سريه؟ عندي بط بصوص الليمون ده برضو. عندك بس بعمله ايه؟ بط بصوص الليمون. بط بصوص الليمون بعمله بطريقه تانية غير ما بيتعمل بره اساسا. ده في بط بالبرتقال ده احلى حاجه. لا ما في بقى البط اللي بصوص الليمون ده احلى منه. ده احلى. والبطه بتكون محمره كده ولا بتكون ايه بقى، مشويه ولا ايه؟ بتكون متشوحه في الصوص كده. ما انت عندك كام سنه يا ياسين؟ عندي 11 ونص. 11 ونص. ها نص اكد على النص. اكد على النص. حاضر 11 واكد على النص. قول لنا يا ياسين، انت يعني حبك في الاذاعه ازاي؟ وانت كمان عامل كذا فيديو، مين اللي حببك بقى في موضوع الفيديوهات وكمان انك بتقدم برامج او بتقدم يعني الفيديوهات بتاعتك؟ لا ما حدش حببني اساسا. انت كده انت حبيتها لوحدك. الفكره جات لي منين؟ كنت في مطعم اكله حلو. حلو تمام. موضوع الفيديوهات ده جا منين؟ انا كنت في مطعم اكله حلو جدا. ماشي. محدش بيروح له. محدش بيروح له. فاديت الفكره لماما، قالت لي مين هيعرفني وما اعرفش ايه. نمت زعلان طبعا. كلمت المصور. اتفقت بقى معايا وعملتها لي مفاجاه. ومن هنا بدات بقى اول حلقه. بدات وانا عندي 8 سنين اساسا، فكنت اصغر فود بلوجر في الاوسط. اصغر شيف بقى موجود. بقيت شيف وانا عندي 9 يعني. شيف وانت عندك 9 عشان تبقى دقيق اكتر يعني. صح؟ يعني هنا انت بتفرق معاك الايام. الدقاقه. الدقاقه؟ ماشي الدقاقه. ازيك يا ماما؟ ماما ياسين معانا.